وأيضا أرحب بضيفي الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. دكتور محمود مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك. مع يعني مرور قرابة الشهر على بداية العدوان الإسرائيلي والتصعيد داخل قطاع غزة، يعني أطلعنا على آخر التطورات والأوضاع داخل القطاع حتى صباح اليوم. لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة. طوال الليل كان هناك قصف وعدوان مكثف من الجو ومن البر وحتى من البحر على مناطق مختلفة من قطاع غزة. لم تسلم أي منطقة من العدوان. ومن المعلوم أنه قطاع غزة كله مناطق مدنية، كله مناطق سكانية متصلة ببعضها البعض. قطاع غزة هو الأكثر كثافة سكانية في العالم. العدوان لازال مستمرا، عدد الشهداء يتصاعد باستمرار، والجرحى والبيوت المهدمة والحالة الإنسانية الكارثية التي يعيشها أهلنا وشعبنا في قطاع غزة في ظل نقص الإمدادات. المستشفيات في حالة عجز شبه تام بسبب نقص الوقود. هناك مستشفيات فعلا خرجت من الخدمة، لم تعد قادرة على تقديم أي نوع من الخدمات الطبية للمرضى والمواطنين أو للجرحى. ولا تزال دولة الاحتلال تصر على مواصلة هذا العدوان مدعومة بقرارات وغطاء أمريكي. حتى الليلة الماضية سمعنا متحدثا باسم الخارجية الأمريكية قبيل وصول وزير الخارجية الأمريكي بلينكين إلى المنطقة يؤكد دعم الولايات المتحدة لاستمرار العدوان الإسرائيلي، وهكذا بكل وقاحة كل عدوانية أنه وقف إطلاق النار ليس واردا الآن كما يقول. هذا العدوان سيخلف آثارا كارثية على أهلنا في قطاع غزة وعلى كل الشعب الفلسطيني، لأنه بالمناسبة العدوان لا يتوقف على قطاع غزة. لا زال العدوان في الضفة الغربية أيضا وفي القدس مستمرا. ربما المشهد الطاغي في قطاع غزة يطغى على باقي المشاهد، لكن هناك معركة حقيقية وخطيرة في مدينة القدس على وجه التحديد. مدينة القدس مقطعة، فيها اعتداءات على المواطنين في استمرار وبشكل أكثر بجاحة لاعتداءات وانتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك الذي لم يعد أحد يتحدث عنه وعما يحدث فيه وعن المخاطر المحتقة به في ظل استمرار العدوان في قطاع غزة. تحديدا ماذا تعرض له المسجد الأقصى دكتور محمود؟ حرب حقيقية، حرب إبادة كاملة تشمل كل الأراضي الفلسطينية، ليس فقط قطاع غزة. الشعب الفلسطيني. نعم. تعليقك على الموقف الأمريكي، ربما ذكرت سيادتك أن هناك دعم شامل من الإدارة الأمريكية للعدوان الإسرائيلي، ولكن هل ترى أن هناك تضارب في ليس المواقف ولكن التصريحات الأمريكية من المسؤولين سواء الرئيس بايدن أو غيره من المسؤولين الأمريكيين بدعم الشعب الفلسطيني وأنهم يرفضون العنف وما يحدث من مذابح في قطاع غزة، ومن جانب آخر يدعمون جيش الاحتلال بمنتهى القوة؟ كيف ترى هذا؟ كيف يمكن أن نثق بأي تصريحات أمريكية تتحدث عن الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني بينما نرى على أرض الواقع العكس؟ على أرض الواقع نحن نرى إدارة ظهر أمريكية للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. نرى دعما غير محدود في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة لإسرائيل. نرى تهديدات أمريكية لبعض الدول
التي تأخذ مواقف شبه معتدلة من العدوان الإسرائيلي. كيف يمكن أن نثق بتصريحات ومواقف الإدارة الأمريكية المعلنة نظريا أنها مع الشعب الفلسطيني، بينما نرى على أرض الواقع أن الاعتداءات أمريكية، الذخائر أمريكية، طائرات أمريكية، المال أمريكي، دعم اللوجستي أمريكي، أمريكا سيرت قطع بحرية من أسطولها البحري في البحر الأبيض المتوسط دعما لإسرائيل وتهديدا لكل من يحاول أن يتدخل في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني. الإدارة الأمريكية تتحمل كبر هذا العدوان وتتحمل المسؤولية الأولى عن هذا العدوان منذ اللحظة الأولى، هي التي أعطت الضوء لإسرائيل لتفعل ما تشاء في الشعب الفلسطيني غير آبهة بأي موقف دولي ولا حتى بالقانون الدولي ولا بمجلس الأمن ولا غيره. الإدارة الأمريكية هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة، وإذا كانت صادقة في إرادتها وحديثها عن السلام العادل والقانون الدولي وحتى محاربة الإرهاب، بعدها أن تحارب الإرهاب الإسرائيلي الذي تمارسه دولة الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة الغربية. هناك جماعات إرهابية حتى إسرائيل، حتى دولة الاحتلال تعتبر هذه الجماعات جماعات إرهابية، والكونغرس الأمريكي يعتبر هذه الجماعات الاستيطانية جماعات إرهابية. لماذا لا تحاربها كما تحارب الشعب الفلسطيني؟ وأين الموقف الدولي بعيدا عن موقف الولايات المتحدة؟ هل يستطيع الموقف الدولي، وأنا لا أتحدث هنا عن الدول العربية سيأتي الحديث إليها لاحقا، ولكن موقف القوى الكبرى العالمية كيف تراه في محاولة وقف هذا الصراع ودعم الشعب الفلسطيني؟ موقف الدول الكبرى والغرب بالذات، لعلك تذكر أنه في الأيام الأولى من العدوان كانت كل الدول الغربية وحتى الرأي العام الغربي كله منحاز مع إسرائيل. صحيح، كان كله في الأيام الأولى منحاز مع إسرائيل وضد الشعب الفلسطيني. صحيح، ويتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لأن الصورة قد وصلت من خلال الدعاء الإسرائيلية صورة مغلوطة. صحيح، صورة أنه إسرائيل في خطر وإسرائيل تعاني وإسرائيل كذا، لكن مع النشاط الدبلوماسي للدبلوماسية الفلسطينية والعربية ومن خلال نشاط الإعلام العربي وحتى الإعلام الدولي المحايد، بدأت الصورة تتغير نسبيا. حتى أنه الكثير من الدول الغربية خففت من حدة دعمها لإسرائيل وبدأت يعني تبدو أكثر عدالة وأكثر إنصافا وأكثر حيادية، لكن حتى الآن الموقف الدولي لم يرتقي. أنا أتكلم هنا عن مراكز صنع القرار وصناع القرار. صحيح، لم يرتقي إلى المستوى المطلوب في حماية المدنيين الفلسطينيين، حماية الشعب الفلسطيني، في الضغط على إسرائيل ضغط حقيقي أو على الولايات المتحدة الأمريكية بالأحرى من أجل وقف هذا العدوان. علينا أن نستمر، وعلينا أن نستمر في الضغط على الرأي العام، في محاولة استخدام الرأي العام العالمي للضغط على صناع القرار. ويجب أن لا نستهين بالاستمرار في العمل مع الضغط مع الرأي العام العالمي من أجل تغيير مواقف صناع القرار في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية بالذات تجاه ما يجري وتجاه مجمل الصراع الدائر في المنطقة، صراع مع الاحتلال. أنه المسألة ليست اعتداء من أحد على أحد فقط، وإنما المسألة جذرها موجود في وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي هو سبب كل المآسي والمصائب التي تعاني منها المنطقة. صحيح، وماذا عن الموقف العربي تجاه هذه الأزمة؟ ربما تتصدر مصر المشهد من خلال جهودها الدبلوماسية الحثيثة واتصالاتها المكثفة مع معظم زعماء ورؤساء
العالم، وأيضا محاولتها لفتح المعابر معبر رفح لاستقبال بعض المصابين والجرحى أو نقل المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية إلى داخل القطاع. كيف ترى هذه الجهود؟ نحن نقدر أي موقف عربي داعم للشعب الفلسطيني، والمواقف العربية بكل تأكيد يعني متعاطفة ومتضامنة مع فلسطين ومع شعبها ومع قيادتها في وجه هذا العدوان. لكن الموقف العربي بحاجة إلى تكثيف أكثر للجهود وتركيز أكثر للجهود وتنظيم للجهد العربي الجماعي، لأنه إذا تحرك العرب حركة حقيقية فاعلة منظمة مؤثرة، يمكن لهذه الحركة أن تؤثر في المواقف الأمريكية وفي المواقف الغربية. وأنا على ثقة بأن العرب يمتلكون أدوات معينة مناسبة للتأثير على المواقف الأمريكية والغربية، لكن عليهم أن يستخدموا هذه المؤثرات، عليهم أن يستخدموا أدوات التأثير وهي كثيرة. لن أتطرق إلى أمثلة الجميع يعرفها، يعني لا أريد أن يعني أن أدخل في سجال عربي عربي. صحيح، لكن الطرق معروفة والوسائل معروفة، الكل يعرف ما هي الوسائل، الكل يعرف ما هي المصالح الأمريكية والغربية لدى الدول العربية. فقط نحتاج إلى أن يستخدم العرب ما لديهم من إمكانات لوقف هذا العدوان. أنا لا أتكلم عن إمكانات عسكرية حتى لا يفهمني أحد يعني بطريقة مختلفة. أعرف أنه لا يوجد قرار عربي بأي تدخل عسكري ضد الاحتلال لنصرة الشعب الفلسطيني، أعرف هذا. صحيح، الحديث هنا عن إمكانات اقتصادية في المقام الأول. أنا أتكلم عن إمكانات غير عسكري وأدوات غير عسكري، ويمكن لهم أن يفعلوا هذا وقد سبق أن فعلوا. صحيح. إذن دكتور محمود، في ظل كل هذه المعطيات والأحداث على أرض الواقع، كيف ترى المستقبل القريب لهذا التصعيد وللقضية الفلسطينية؟ في ظل كل ما يجري، إذا استمر العدوان المستقبل سيكون أكثر قتامة وأكثر خطورة. أنا أخشى، وتحدثنا سابقا عن هذا، أن استمرار العدوان سيؤدي حتما إلى تغير دراماتيكي في المشهد في المنطقة كلها. يمكن أن الصراع أن يتسع، يمكن أن يتطور إلى حرب إقليمية، يمكن لا أحد يضمن ماذا يمكن أن يحدث غدا. يمكن أن يتطور إلى تدخلات دولية كبيرة، وهذا سيشكل خطرا كبيرا على الإنسانية. هذا الصراع يمكن أن يتطور باتجاه حرب دينية، وقد رأينا هناك تصاعد في المزاج أو في حدة المزاج الرافض بين قوسين لليهود في العالم الإسلامي وحتى في العالم المسيحي. إذا استمر هذا العدوان يمكن أن نجد أنفسنا أو تجد البشرية نفسها أمام خيارات وظروف لا تستطيع مواجهتها، لا تستطيع التخلص منها ربما لعقود أو حتى قرون. لذلك من الضروري أن يعي العالم والمجتمع الدولي خطورة السكوت على استمرار هذا العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني، لكي لا تدفع البشرية كلها ثمن هذا العدوان. أخيرا دكتور محمود، كيف ترى تأثير الداخل الإسرائيلي وما يشهده الداخل الإسرائيلي من
انقسامات في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة التي تحكم المشهد الإسرائيلي الآن. ربما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيش الاحتلال يخوض حربا ضروسا وربما تطول أمدها وسوف تكون صعبة في المستقبل. ربما هذه التصريحات ناتجة عن خوف رئيس الوزراء الإسرائيلي من مستقبله السياسي بعد انتهاء هذه الأزمة والذي أصبح واضحا ومعروفا للجميع، فما هو تأثير ما يحدث داخل الجانب الإسرائيلي على هذا الصراع الآن؟ أنا أخشى أن هذا العدوان زاد في وحدة المشهد الإسرائيلي الداخلي وليس العكس. قبل العدوان مباشرة، قبل 7 أكتوبر، كان الانقسام في الشارع الفلسطيني، في الشارع الإسرائيلي على أشد، وكانت الخلافات متصاعدة بشكل كبير جدا، حتى نتنياهو لم يكن في وضع مريح. هذه الحرب وهذا العدوان أعاد إلى حد كبير توحيد الداخل الإسرائيلي، لأن الشعور بالخطر هو الذي يوحده، الشعور بالخطر الخارجي هو الذي يوحده. أخشى أنهم الآن ربما يكون هناك التفاف أكثر إسرائيلي حول قرار الحرب وحول حكومة الحرب التي شكلت مباشرة بعد بدء العدوان. يجب ألا نراهن كثيرا في هذه المرحلة على الانقسامات الإسرائيلية، ربما في مرحلة بعد ما بعد توقف العدوان يكون هناك تغير في الخارطة السياسية في إسرائيل، لكن الآن في ظل الحرب، في ظل العدوان، في ظل استمرار العدوان، ونتنياهو بالمناسبة يدرك هذا، يدرك أن توقف العدوان يعني مباشرة انتهاء مستقبله السياسي. صحيح. يعرف هذا تماما، ولذلك ربما يكون هذا دافعا إضافيا بالنسبة له للتمادي في العدوان والاستمرار في العدوان. أشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، وكل الأمنيات لانتهاء هذا الصراع في أسرع وقت ممكن، وكل السلامة للشعب الفلسطيني.